النهاردة هنتعرف على أنظمة التشغيل أو الـ Operating Systems. قال لي أنظمة التشغيل دي مجموعة من البرامج متجمعة مع بعضها، مسؤوليتها إدارة الموارد المادية لجهاز الكمبيوتر وكذلك إدارة البرمجيات. قال لي إحنا نقدر نعتبر إن نظام التشغيل ده عبارة عن وسيط ما بين المستخدم والبرامج اللي موجودة على الجهاز، وكذلك هو عبارة عن وسيط ما بين المستخدم والمكونات المادية. يعني من خلال نظام التشغيل يقدر المستخدم يشغل المكونات المادية وبرضك يشغل البرمجيات اللي موجودة على الجهاز. عشان كده بيقول لي إن نظام التشغيل مسؤول عن تشغيل المكونات المادية، مسؤول عن تشغيل التطبيقات البرمجية. قال لي طيب هو المستخدم يقدر يوجه الأوامر إزاي؟ عن طريق نظام التشغيل للكمبيوتر. قال لي عندنا طريقتين، الطريقة الأولانية وهي الأشهر عن طريق الواجهة الرسومية اللي هي عبارة عن مجموعة من القوائم والأشرطة والأدوات اللي بتساعدني إن أنا أشغل جهاز الكمبيوتر بتاعي. طيب الطريقة التانية قال لي طريقة موجه الأوامر، ودي كانت موجودة كمثال في نظام الدوس، طبعا موجودة دلوقتي في أجهزة الكمبيوتر اللي بتتحكم في الشركات والمصانع، إن أنا بقدر أوجه الأوامر عن طريق الكيبورد، إن أنا بكتب الأمر عن طريق الكيبورد وبعد كده بنفذه، عكس الواجهة الرسومية إن أنا بختار أيقونات وقوائم علشان الأوامر تتنفذ. قال لي زي ما إحنا شايفين قصادنا دلوقتي مثال للواجهة الرسومية، مجموعة من القوائم والايقونات ظاهرة قصادي بقدر من خلالها اوجه الاوامر لنظام التشغيل او اوجه الاوامر للكمبيوتر. دلوقتي هنتعرف على اهم وظائف نظام التشغيل. قال لي اول وظيفة التحكم في وحدات التخزين والاجهزة الملحقة، يعني اقدر من خلال نظام التشغيل ان انا اخزن البيانات والمعلومات بتاعتي، وبرضك من خلال نظام التشغيل اقدر اتحكم في الطابعة، المسح الضوئي، الكيبورد، الماوس وهكذا. تاني وظيفة تنظيم تعامل البرمجيات مع الذاكرة. قال لي كمان شوية هنعرف ان البرمجيات دي علشان توصل للذاكرة رام ومنها للمعالج محتاجة نظام التشغيل عشان ينظم عملية وصول البرنامج للذاكرة الرام ومنها للمعالج، وبرضك بعد ما تحصل عملية المعالجة من المعالج للذاكرة الرام وبعد كده لوحدات الإخراج. تالت وظيفة نقل البيانات بين الوحدات المختلفة للجهاز، وبرضك إن أنا أقدر أخزنها على وحدات التخزين. زي ما اتفقنا من شوية ان البرنامج هيروح للرام ومنه للمعالج، كل ده اللي هينظمه مين او اللي هينقل البيانات مين؟ قالي نظام التشغيل. الوظيفة الرابعة التأمين، ان انا من خلال نظام التشغيل اقدر اعمل كلمات مرور للحاجات المهمة عندي، ده انا كمان ممكن اعمل كلمة مرور للجهاز بتاعي، وكمان ممكن اعمل كلمة مرور ل البرامج، ومن خلال التأمين ممكن أعمل أو أحدد صلاحيات المستخدمين اللي هيتعاملوا مع جهاز الكمبيوتر. زي ما اتفقنا من شوية إن نظام التشغيل بيوفر واجهة للمستخدم عشان يقدر يتعامل معاه، دي الوظيفة الخامسة نظام التشغيل، إن هو بيوفر واجهة للمستخدم. زي ما صنفنا البرمجيات في الدرس السابق لبرمجيات مفتوحة المصدر وبرمجيات مغلقة المصدر، دلوقتي هنصنف أنظمة التشغيل برضك لأنظمة تشغيل مغلقة المصدر وأنظمة تشغيل مفتوحة المصدر. من أنظمة التشغيل مغلقة المصدر ماك أو إس، قالي ده بيشتغل على أجهزة شركة أبل ماكنتوش. قال لي طيب بيتميز بإيه؟ قال لي بيتميز بواجهات سهلة في الاستخدام. برضك من ضمن أنظمة التشغيل مغلقة المصدر نظام تشغيل ويندوز.
زي ما احنا عارفين مغلق المصدر يعني الكود البرمجي الخاص به مش متاح للمبرمجين. من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر نظام تشغيل لينوكس، قال لي ده نظام تشغيل مفتوح المصدر قابل للتطوير، قال لي اه لأن كود المصدر الخاص به متاح للمبرمجين، وفي منه إصدارات من أشهرها إصدار فيدورا وإصدار أوبونتو. برضك احنا اتفقنا في الدرس اللي فات ان احنا عندنا الاجهزة الذكية، قال لي مثال عليها الهواتف المحمولة، قال لي انظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المحمولة مثال عليها نظام تشغيل اندرويد وده نظام تشغيل مفتوح المصدر، قال لي طيب اجهزة الايفون قال لي ليها نظام ماك او اس وده نظام مغلق المصدر. بعد كده هنتعرف على مميزات الواجهة الرسومية كنا اتكلمنا عليها من شوية، قال لي من ضمن مميزات الواجهة الرسومية عرض البرامج في شكل نوافذ منتظمة، قال لي اه ده طبعا كلنا اتعاملنا على نظام تشغيل ويندوز، قال لي في نظام تشغيل ويندوز كل ما بتفتح برنامج او تفتح فولدر او تفتح ملف بيظهر لك في نافذة مستقلة. قال لي من ضمن مميزات الواجهة الرسومية استخدام القوائم البسيطة واستخدام أشرطة الأدوات. قال لي برضك من مميزات الواجهة الرسومية إمكانية تشغيل أكتر من برنامج في نفس الوقت، كمان الواجهة الرسومية بتبقى متوفرة بأكتر من لغة للتطبيقات، كمان الواجهة الرسومية بتوفر لي مستعرضات علشان أقدر أعرض بيها صفحات مواقع الإنترنت. قال لي بعد كده عندنا جزئية كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي برنامج الفحص الذاتي، واتفقنا ان هو موجود في الذاكرة روم. قال لي خلي بالك ده وظيفته ان هو يتأكد من عدم وجود اعطال عند بداية تشغيل جهاز الكمبيوتر، وبعد ما يتأكد ان مفيش اعطال يبتدي يدور على نظام التشغيل، واول ما بيلاقيه بيروح بعته للمعالج عشان تتم عملية المعالجة، بعد كده بتظهر لي الشاشة الافتتاحية لنظام التشغيل. قال لي لو اتعاملنا على نظام ويندوز او نظام ماك اي او اس او نظام فيدورا هنلاحظ ان في تشابه ما بين الواجهة الرسومية في ان هي بتستخدم الايقونات بتستخدم الاشرطة بتستخدم القوائم. قال لي من ضمن الحاجات المشتركة ما بين انظمة التشغيل قال لي عندنا الخلفية background دي موجودة في كل انظمة التشغيل، كذلك عندنا الايقونات كذلك عندنا الاشرطه.